مباراة جيدة لعواد وساسي وممتازة لسيف الدين الجزيري وإدارة جيدة من باتريس كارترون للمباراة أمام الإسماعيلي، الفريق اللي شكله غريب جدا تحت قيادة إيهاب جلال واللي محتاج شغل كتير جدا تحت قيادته، والزمالك بينهي الجدل بعد طرد بن شرقي وطرد كارترون وإثارة كبيرة جدا في المباراة. الزمالك بيقدر يتخطى الإسماعيلي وبيسعى لدور الثمانية في كأس مصر. حطني رقم واحد في الانقاصين. الزمالك النهارده بدأ بتشكيل المعتاد ال 4 2 3 1 بتاع الكارترون المعتاد، ولكن عناصر الفريق بسبب الغيابات الكتيره في الفريق ابتدى الزمالك بيبدأ بتشكيله فيها بعض التغييرات. بدأ محمد عواد قدام محمد عبد السلام بسبب غياب محمد عبد الغني للايقاف ومحمود علاء للاصابه، وجنبه محمود دلونش على الشمال، عبد الشافع على اليمين، حازم امام اثنين في نص الملعب، محمود عبد العزيز بسبب غياب طارق حامد، وجنبه فرجاني ساسي قدام بيلعب كلاعب صانع العاب شيكابالا على الشمال، بن شرقي على اليمين، زيزو قدام بيلعب بسيف الدين الجزيري. الزمالك بيبدا المباراه كنفس بدايته في كل المباريات تحت قياده كارتيرون، اللي هو مش الاندفاع، انا مش هندافع قدام الفريق اللي قدامي، انا هشوف الفريق اللي قدامي هيعمل ايه وانا اكون رد الفعل. الفريق اللي قدامي يمسك كوره اقطع منه الكوره امر انا رد الفعل، انا اللي السرو. وده كنا شايفينه تقريبا طول الشوط الاول، ان الزمالك بيبقى مستني في نص ملعبه هادي جدا، مش مستعجل انه يجيب جول، لا تحس ان الفريق عنده ثقه ان هو احنا كده كده الجول جاي، فهدوا والعبوا بالراحه والعبوا بمزاج وادوا سيروهات مميزه. شفنا كذا سرو من شيكابالا ومن فرجاني اللي بن شرقي ولزيزو وسيف الدين الجزيري، وكنا بنقدر نوصل لمرمى الاسماعيلي، لكن اللمسه الاخيره كوره للونش ضيع، كوره لبن شرقي بتشال من على الخط، سيف الدين الجزيري وزيزو وشيكابالا، الفريق بيوصل للمرمى بتاع الاسماعيلي، ولكن الاسماعيلي الناحيه الثانيه الفريق مش قادر يوصل لمرمى عواد. طول الشوط الاول تقريبا ما شفناش عواد غير في كوره واحده في بدايه المباراه، الكرة اللي اتلعبت بينية في ضهر المدافعين راح وشاف الكرة اتصدت وردت وحازم طلعها. غير كده الاسماعيلي ما راحش على عواد بكور خطيرة اللي هو تقول يوه ده عواد شال الكورة او الاسماعيلي ده على الكورة دي، لا تقول الشوط الاول تقريبا الاسماعيلي ما وصلش لجون عواد. الزمالك الناحية التانية هو مد الكرة للاسماعيلي، هو ايهاب جلال عايز الكرة معاه، بيحب الكرة تبقى تحت قيادته، تمام كارتيرون عرف ان ايهاب جلال عايز ده، مديله الكرة مسلمه الكرة طول المباراة. ولكن الناحية التانية الزمالك لا، الزمالك بيلعب ان هو انا هلعب على التفاصيل الصغيره المساحه البسيطه، يعني جون الزمالك مثلا اللي جابه الكره اتلعبت بينيه مميزه من شيكابالا، بينيه عظيمه من شيكابالا ما بين اللاعب الباك اليمين والمدافع بتاع الاسماعيلي، ما بين المدافع الاسماعيلي والباك اليمين بتاع الاسماعيلي في مساحه قدر يستغلها بن شرقي وقدر يشوفها شيكابالا واداله بينيه فيها، بالتالي ادى ان الزمالك بيقدر يجيب جول. شفنا اللقطه دي في كذا مره ان الزمالك بيحاول يلعب في ظهر الباك رايت بتاع الاسماعيلي او بيلعب ما بين الباك رايت والسير باك بين الاثنين. طب الاسماعيلي يبقى ليه رد فعل؟ ده ما شفناهوش بصراحه. الاسماعيلي محتاج شغل كتير جدا. الاسماعيلي في طول المباراه احنا شايفين الاسماعيلي فريق عادي، فريق هيبقى يواجه صعوبه كبيره جدا قدام الزمالك وقدام بيراميدز وقدام الاهلي الماتشات الكبيره بسبب سوء الفني وسوء البدني. الفريق سيء فنيا وبدنيا. النهارده شفنا كميه ميس باس في الشوط الاول لعيبه الاسماعيلي غريبه، لعيبه الاسماعيلي كانت بتستلم الكره قدام لعيبه الزمالك، حرفيا لعيبه الاسماعيلي كانت بتستلم الكره قدام لعيبه الزمالك، وده ما كنتش فاهمه يعني ازاي لماذا. في بعض لعيبه من الزمالك لازم نحط عليها سبوت لايت او لازم نحط عليها علامات استفهام. محمود عبد العزيز متفهم، دي اول مباراه ليه بعد الغياب، اي نعم نزل مباراه المصري في الاخر ودلوقتي هو بياخد مباراه. اللاعب لبسته للكوره مش مميزه. محمود عبد العزيز لازم الجهاز الفني يتكلم معاه في الحته دي، اللي انت بتبقى نازل بتلعب نمره 6، مهمتك في المباراه اللي انت تقطع الكور تستخلص الكوره وتستلم كويس. ده اللي مطلوب منك، مش مطلوب منك ان انت تاخد الكوره وتطلع بيها تجري لقدام. شفناه في كذا مره النهارده محمود عبد العزيز بياخد الكوره وعاوز يسرح ويجري لقدام، ده مش شغلتك يا معلم، انت مش فرجاني اساسي تاخد الكره وتقعد تجري قدام. نفس اللي محمود عبد العزيز كان بيعمله النهارده عمله قبل كده ضد نادي البركان في 2019 مع جروس في الكونفدراليه، في نهائي الكونفدراليه في المغرب، وردت علينا ساعتها بجول. من 2019 ل 2021 لعيب ما اتطورش، هو نفس محمود عبد العزيز، هو. فاتمنى محمود عبد العزيز الماتشات الجايه يركز شويه. حمزه المصلوسي على عكس المباريات اللي فاتت النهارده بينزل بيعمل مباراه كويسه،
قدر يقفل على مدبولي، اضطر ان يخلي ايهاب جلال يخرج مدبولي من الناحيه اليمين دين ويلعبه في عمق الملعب. وحتى لما قاري بابل نزل في الشوط الثاني، لا قدر حمزه المصري يقفل على قاري بابل كويس جدا. حمزه المصري بصراحه له ما له وعليه ما عليه، لكن حمزه المصلوسي قدم مباراه كويسه المره دي. انا عم بقاله فتره ما بيقدمش مباريات مميزه، او من ساعه ما جه الزمالك ما قدمش مباريات مميزه، لكن مباراه النهارده مباراه مميزه جدا جدا جدا. واتى نهايه الشوط الاول بجدل كبير جدا جدا جدا. طرد بن شرقي، هي الكوره تستحق طرد؟ الكوع بتاع بن شرقي في وش لاعب الاسماعيلي، هي الكوره دي اصلا تستحق طرد مباشر؟ الحكم اداله انذار، حكم اداله انذار. بن شرقي اعترض، خد الكوره من اعتراضه ورمى الكوره في الارض. انا من وجهه نظري مش مستاهل الانذار الثاني والطرد، ممكن كنت تروح تحذره، لكن ان انت تديله انذار على لعبه ولكن على طول الاعتراض اللي بعده انذار ثاني وطرد، ده بتتحامل على اللاعب. انا من وجهه نظري شايف تحامل على اللاعب. انت خلاص اديته انذار، اعترض حذره، له لا الاعتراض ده مش كويس، انت كده اعترضت بشكل مبالغ فيه، اهدى. شفناها في مباريات فاتت سواء مع الاهلي او مع الزمالك، في اعتراضات بتبقى مبالغ فيها، ما بيديش انذار اصلا، ولكن النهارده اديته انذار في انذار في طرد على طول، مما ادى لشويه جدل. كارترون بينزل لارض الملعب بسبب ان هو عايز اللعيبه تنسحب واللعيبه تطلع بره، وبينزل لارض الملعب امين عمر بيلف يديله الطرد، طرد ثاني. بن شرقي بره، كارترون بره، بن شرقي بره، كارترون بره، في ظرف دقيقه ولا ظرف دقيقتين بينديش الاول للزمالك 1-0، والحمد لله انتهى 1-0. الشوط الثاني بقى انا توقعت حاجه من الاثنين، يا اما يسحب لاعب من لعيبه المهاجمين وينزل لاعب ثالث في نص الملعب ويحاول يقفل الملعب من نص الملعب، او يبقى ما كما هو عليه، وده اللي اختاره كارترون، اللي هو انا هفضل زي ما انا مش هغير حاجه. نقل زيزو ناحيه الشمال وودى شيكابالا ناحيه اليمين، وعمق الملعب بقى فاضي، لاعب نمرة 10 مبقاش موجود، بقى اللي بيحاول يعمل الدور ده هو فيرجاني ساسي. فيرجاني ساسي كان بيحاول يعمل الدور ده، وبيرجع كمان يقفل مع محمود عبد العزيز في نص الملعب، خاصة ثنائية محمود عبد العزيز وساسي خلت ان الزمالك يبقى فيه مساحات كبيرة في نص الملعب. غياب طارق حامد أدى إن احنا بنشوف مساحات كبيرة جدا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني في نص ملعب الزمالك، وخاصة الشوط الأول، لكن الشوط الثاني بسبب التكتل الدفاعي واللي بنلعب الزمالك كان بيلعب كتلة واحدة، ده أدى إن مفيش مساحة كبيرة في نص الملعب، لكن الشوط الأول كان فيه مساحات كبيرة جدا في نص الملعب. الشوط الثاني الزمالك كله رجع تحت الكورة، طول الشوط الثاني بنلعب تحت الكورة، جيم دفاعي كبير جدا من باتريس كارترون. أنت بتدافع صح، قافل على لعيبة الإسماعيلي صح، مش مخلي لعيبة الإسماعيلي توصل لمرمى عواد كويس. حتى لو وصلت لمرمى عواد هي كور على استحياء، كرة شوطة كده، كرة بالدماغ، عواد بيقدر يمسك الكورة دي، مفيش كورة مثلا طار وطلعها كورنر، لا، كان بيمسك الكورة وينزل بيها على الأرض مثلا. فأنت الزمالك قدر الشوط الثاني بسبب الطرد ما أثرش في الزمالك. تنظيميا وفرديا ما أثرش، بسبب اللعيبة النظام اللي عامله كارترون والمنظومة، أدى الزمالك الشوط الثاني ما أثرش بالطرد بسبب التنظيم بتاع لعيبة الزمالك. الوقفه الصح بتاعت لعيبه الزمالك ادى ان الزمالك يخرج مباراه كسبان وما يخشش في جول وما يبقاش فيه فرص خطيره اصلا بسبب التنظيم والوقفه الصح. طول ما انت منظم في ارض الملعب ويوقف صح مش هتتاثر. كنا بنشوف النهارده زيزو بيرجع حسين عبد الشافي، كنا بنشوف النهارده فرجاني اساسي او سوسو بيميلوا على المسلوس يسندوا معاه، سام شيكابالا مش هيقدر يرجع ويطلع كتير. وفي الشوط الثاني لما نزلت بقى سام جابر وديت الناحيه الثانيه زيزو بيرجع يدافع مع حمزه المسلوسي، اسلام جابر بيرجع دافع مع عبد الشافي، اوباما وساسي هما الاثنين بقوا بتوع نص الملعب بعد خروج محمود عبد العزيز. فانت الفريق بتاع الزمالك المميز فيه اللي هو منظم، دي من افضل مباريات كارتيرون من ساعه ما جه، من افضل المباريات الدفاعيه المميزه جدا. والنهارده محمد عواد كمان قدم مباراه مثاليه سواء على مستوى الامساك بالكوره او الرفلكسات او كل الكلام ده، اللي هو قافل المرمى كويس، وكمان اجلي فوتبول على ابوه. انا هقع كل كوره، انا هحاول اضيع وقت بكل الطرق، هقع مره وقع اثنين وقع ثلاثه، حد ما خد انذار وخد انذار خلاص خف وقعد شويه، لكن وقع مره بالاماميه وقع مره بالخلفيه وقع مره بالاماميه والخلفيه، ومره وقع بكتفه ومره وقع بايده، اجلي فضل على ابوه بصراحه من عواد النهارده. مباراه كبيره النهارده، سيسي في جيمس نص الملعب كان هو اللي بيعمل الدور اللي هو اسلم واستلم والبينيات في ظهر المدافعين. سيف الدين الجزيري لازم نقف شويه عند سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري
لاعب مميز جدا 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 بصراحه، لاعب يستحق انه يبقى مهاجم الزمالك الاول. لاعب الكرات العاليه، الكرات الطويله بيطلع ياخدها، ان هو يقف على الكوره ويحجز عليها ويقف على الكوره في نص ملعب الخصم لحد ما الفريق يطلع عليه، بيقدر يعملها بكل امتياز. اللاعب لما بتلعب في ظهر المدافعين والسرعه، لاعب سريع بيقدر يستغل الكوره وبيعرف يستلم ومهاري، بيعرف حتى يعدي واحد على واحد. الرجوله موجوده، الحماس موجود، لاعب ما بيبخلش بنقطه عرق في بتشيرت الزمالك. بتشوفه بيجري على كل كوره وبيجازف على كل كوره وبيحاول على كل كوره وبيعمل كل حاجه في ارض الملعب. في سيف الدين الجزيري كمان لما الكوره بتجي له قدام المرمى بيخلص، شفناه ماتش طلع الجسم خلص على طول، عدى في نص متر من اللاعب طلع الجيش وحط. سيف الدين الجزيري بصراحه يستحق ان يكون مهاجم الزمالك الاول. الزمالك يخش مباراه الجونه ويبقى غايب منه محمود علاء للاصابه، طارق حمد للايقاف، فرجاني سيسي للايقاف، اشرف بن شرقي للايقاف، عبد الله جمعه للاصابه، وتقريبا حمزه المصوصي برده للايقاف، وفي شكوك على حازم امام يا اما يغيب يا اما لا حسب اصابته. غيابات كتيره جدا على الزمالك ماتش الجونه. ماتش الجونه ده يبقى من اصعب المباريات في الموسم. الزمالك كان داخل على اربع مباريات صعبين جدا، اللي هم مباراه الجيش والمصري والاسماعيلي والجونه اللي هو الماتش الجاي. الاربع مباريات دول كان مطالب ان الزمالك يخرج منهم كسبانهم. هم دول تقريبا اصعب اربع مباريات في الموسم، طلع الجيش المصري الاسماعيلي والجونه، قدرت تكسب منهم ثلاثه. عندك المباراه الرابعه الجونه، هي تبقى من اصعب مباريات الموسم، مش بسبب قوه الجونه، انا الجونه فريق منظم وفريق كويس جدا تحت قياده تريدة شحاته، ولكن بسبب الغيابات الكتيره عندك. هتخش مباراه هتبقى عايز تجهز لعيبه كتير، هتبقى عايز تجهز احمد عيد، وعايز تجهز روقه، وعايز تجهز امام عاشور مثلا ممكن ياخد فرصه، امام عاشور يبقى متاح المباراه الجايه، وعايز تجهز محمد عبد الغني بسبب غيابه المباراه دي، محتاج تجهز لاعبين كتير. الزمالك قادر على خط الجونه، قادر طبعا، ولكن ظروف المباراه تفرق. غيابات بالجمله عند الزمالك ممكن تاثر عليه في ارض الملعب، ولكن ان شاء الله فريقنا يبقى قادر انه يكسب المباراه القادمه ويعدي ويفضل ماشي في طريق الانتصارات ويعود في المباراه بعد الجونه، تبقى صفوفه كلها اكتملت ويرجع تاني شكل الزمالك بلا جلسيه. وفي الاول والاخر ده كان راي شخص واحد، راي زملكاوي على مباراه الزمالك والاسماعيلي. قول رايك انت في الكومنت وتوقعاتك للزمالك في المباراه الجايه في كاس مصر. هل الزمالك يقدر في نهايه الموسم كارتلون يقدر يجمع ما بين الثنائيه من كاس مصر والدوري من 2015 تحت فريرا، والله صعبه شويه على زمالك وكارترون في ظل الظروف اللي بيعيش فيها. قول رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقه توصل اكبر عدد من الناس. اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، وفي حلقات تقيله جدا جدا نازله الحلقات الجايه، فانزل اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك انت اول حق اول ما تنزل الحلقه الجايه انت اول واحد. وده من على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في السكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر وكده معاك عشان تجيلك الحلقه الجايه. سلام.